السلام عليكم. اليوم نروح إلى مدينة يارت بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، لاغتنم الفرصة يعني أتمنى وندعو الله أن يعيده علينا بالصحة والعافية وبالأجر والثواب إلى جميع المسلمين والشعب الجزائري. إذن بهذه المناسبة تم افتتاح مسجد صلاح الدين الأيوبي بمدينة يارت، إذن بعدما تم تأهيله وإعادة ترميمه وتجديده، يعني أعطى يعني نتيجة رائعة نشوفها في الصور هذه، يعني طراز جميل جدا، وما بقي إلا ترميم تاع المئذنة تاع المسجد هذا. وللعلم أنه فيه مشروع لبناء مسجد قرب في مدينة يارت كبير، يعني أكبر من هذا، لأن هذا أصبح لا يكفي للمصليين. وفي انتظار ذلك نخليكم تتابعون هذا الفيديو عن هذا الجامع الكبير لمدينة يارت، والسلام عليكم.